سوي الاكتفاء الذاتي. ما حد يقرأ عن بعض. احنا حملة شباب بعد راح نقاطع ايران بعد اي ما نريد اي شيء يطبونا من يمهم اي استيراد ما نريد من يمهم لان ما حد دمر شعبنا غير ايران والاحزاب. ندعو ابناء شعبنا العراقي الى انه يقاطعون جميع المنتجات البلدان دول الجوار اللي تحاول النيل من سياده العراق واللي تاثر على اقتصاد بلدنا ويشجع المنتوج الوطني حتى تشتغل المصانع ونقلل من نسبه البطاله وشبابنا يشتغلون. قاطعوا شيء اسمه ايران. شيء اسمه ايران. انا اللي احكي وياك لا انت بالجهه ولا انت بالحزب وما حد مطينا ربع دينار وجايين هنا لاجل مطلبين، لاجل ارجع شيء اسمه عراق، اسمه وطن الباقي مني. ليش؟ اريد اروح المطار بنوصل المطار اعطي جوازي ما يقول لي انت ذيل. لا يقول لي انت عراقي. Thank you.